انت ما تعرفش حاجة، انت جاهل،
كلمات كلها ممكن تبقى عنيفة وتعمل مشاكل وتشرط الأسرة، ودي تقع تحت أيضا العنف. في حين السيد المسيح قال عبارة ما بناخدش بالنا منها، من قال لأخيه أحمر يستحق نار جهنم، يعني يا دمي خليه بقى الكلمة دي تستحق نار جهنم. احنا هدي نكتفي بالكلمة دي، طب نقول أكتر من كده يروح فين؟ النوع الثالث من العنف أو مظاهر العنف اللي هو الأدبي أو النفسي، ودوت أنواعه كتير قوي. المقصود بيه التجاهل في اتخاذ قرارات مصيرية. اتفقنا إن إحنا مثلا هنهاجر ونروح النمسا، قطعنا التذاكر وجهزنا، وبعد كده هو فجأة يغير يا راجل مش مسافر. طب مش احنا رتبنا واتفقنا؟ تجاهل، وكأن الطرف الآخر ايه ملوش قيمة، ملوش قيمة ولا دور ولا ليه رأي، ده عنف. إن أنا أرفض الحوار ده عنف برضه أدبي أو نفسي. طب نتكلم، يرفض حتى يتكلم عذر. ويمكن أبونا لوكس هيتكلم بكرة عن الحوار، فأنا أي حاجة خاصة بالحوار الأسرة مش هتكلم عشان الموضوع ما يبقاش طويل ويبقى الوقت طويل يعني. أو واحد يترك الحجرة اللي هو بينام فيها وينام فوق بدن، ده عنف نفسي أو أدبي. أو واحد يسيب البيت خالص، أو العكس خالص، احنا بنتكلم واحد أو واحدة. أو واحد يضرب عن الطعام، ما بياكلش، صايم انقطاع على طول، وربما يكون بياكل بره، يروح ماكدونالدز ولا يروح ما اعرفش ياكل ايه، بس هو ايه ما بياكلش في البيت، او هو يعمل اكله بنفسه اذا كان بيعرف يعمل. او ان هو ما يديش رايه، سلبي. كل دوت دي مظاهر العنف الادبي او النفسي. او انه ينهي الحوار بطريقه غير لائقه، جارحه. او عدم احترام الاخر، او عدم احترام الاولاد، ده برضو عنف نفسي. ممكن ان هو يسيء للطرف الاخر، اسره الزوجه او الزوجه تسيء لاسرته، ويجيب سيره الاب وسيره الام، مامتك قالت، باباك قال، و إلا في تحكم على أسرة الطرف الآخر. وأحيانا زوج يقول لمراته لا ما تتصليش، ما تتعامليش خالص مع إيه؟ مع أسرتك. عنف أدبي أو نفسي. وأحيانا يا أحبائي بيبقى في إزاء جسدي أثناء العلاقة الحميمة بين الزوجين، ودوت بيتعب نفسية الزوج، وده يقع تحت العنف الأدبي أو النفسي. وأحياناً بيبقى فيه شذوذ، ممكن جداً أحد الطرفين أو الزوج يطلب إنه يبقى فيه حاجات غير لائقة شاذة عن العلاقة الطبيعية، ودي ممكن تعمل مشاكل ويصر عليها، ودوت نوع من أنواع العنف النفسي، يقلل ويحقر من الزوجة. أقصى أنواع العنف هو الخيانة، هو الخيانة. الخيانة بتبقى رد فعلها عنيف جدا جدا على الطرف الاخر. رد فعلها عنيف جدا، رغم اللي قلناه دوت مش قليل وحاجات مش قليله، ولكن الخيانه هي اللي بتيجي باب وباب الدم، بتبقى ايه النقطه الاشد عنف. صور العنف داخل الأسرة، إذا كانت دي مظاهر العنف، بنلاقي إن العنف ليه أسبابه. العنف ليه أسبابه، تفتكروا ليه ده كله؟ ليه ممكن الزوج أو الزوجة يستخدموا القوة؟ ليه الصوت يبقى عالي؟ ليه يبقى فيه خيانة؟ ليه الحاجات اللي قلنا عليها دي؟ أحياناً أو
اول سبب ممكن يبقى ظروف المعيشه الصعبه. يعني ممكن انسان يمر بضيقه ماليه او ما يلاقيش شغل او ظروفه المعيشيه صعبه يوصله لكده. ممكن اذا تعامل مع المشكله بطريقه غلط. ممكن اذا بص للمشكله بعين واحده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو اتعرض للمشكله وبص ودخل جوه المشكله وقف كل تفكيره مش عارف يتصرف. لكن دخل الانسان اللي لما بيتعرض للمشكله يفكر ايه؟ في الحل. ودي ناحيه فيها ناحيه ايمانيه، ان الله الذي سمح بالتجربه يعطي معها المنفذ ايضا. لكن الانسان اللي هو يخش جوه المشكله او يتعرض لاي ظروف صعبه ويقف لحد كده، هتبص هتلاقي التعامل السيء مع المشاكل او الضيقات او الظروف الصعبه ممكن يدخلك يوصلك للعنف. تبص تلاقي الانسان يبقى فيه احباط، مش قادر اعمل حاجه، ويكون الرد فعل ايه؟ انه يلجا للعنف والزعيم ويزعل اولاده، يتخلق على زوجته ويزعلها. احيانا بيكون قدام الظروف الصعبه احنا اللي بنصعبها، يكون سببه عدم الرضا والشكر. الذي يفكر فيما عنده يفرح ويبتهج، والذي يفكر فيما ينقصه يحزن ويكتئب. عشان كده عدم الرضا والشكر في الظروف الصعبه ممكن تصعبها على نفسك، ويكون النتيجه انك انت وصلت نفسك للعنف. من اسباب العنف يا احبائي كمان سوء التربيه والنشاه. ممكن ان انا من صغري ان انا لقيت عنف في البيت عندي، كنت بشوف وانا صغير في عنف، فتوارث ده في ذهني. وللاسف احذر، ممكن نورثه لاولادنا من غير ما احنا ناخد بالنا. ممكن نورثه لاولادنا. ده احيانا ممكن اولادنا ما يبقاش عندها قبول، وشهيتهم ما تبقاش مفتوحه للزواج بسبب العنف اللي موجود في البيت والالفاظ اللي بيسمعوها. يقول لك انا لو اتجوزت هيبقى الموضوع كده. خلي بالك الانسان اللي بيزرعه اللي بيحصل. لان انت بعد كده هنبص هنلاقي ان ممكن اولادنا تسلك نفس السلوك العنيف. احيانا بقول ليه ابني اساسا طالع عنيف؟ وهنا نرد ونقول لان من اسباب العنف ايضا حتى لاولادنا كل الحب. ما قدرناش نملا اناء الحب بالقدر الكافي. الابن ما خدش حب في الطفوله، ما خدش اهتمام. فكانت النتيجه انه يلجا للعنف. احيانا بتبقى الاسره مسطوره والحاله مسطوره والاب والام حالتهم كويسه، ماديه كويسه جدا. لكن ممكن الابن نلاقيه ممكن يمد ايده ياخد حاجه مش بتاعته. نبحث السبب ايه؟ ده الاب مبسوط والام حالتهم كويسه والماديه كويسه ومفيش مشكله. لكن ممكن نلاقي ان هما ايه؟ نلاقي البيت غني بالعنف وأي فقير بالحب. عشان كده قلة الحب قد تؤدي للعنف، بتطلع جيل ضعيف، جيل مريض، جيل تعبان. تعاطي المكيفات والكحوليات وإلى آخره برضه ممكن يوصل للعنف. وعدم الانسجام بين الطرفين من حيث العلم والثقافة، تلاقي مفيش كيمياء بينهم، تلاقي مفيش أسلوب يتفهموا بيه، ده يمين ودي شمال، ده ممكن يؤدي للعنف. ودي تخدم الناس اللي هم يبحثوا مش اللي يتجوزوا بقى خلاص. لكن ليه اللي هم بيفكروا إن هو يرتبط بيبقى فيه تكافؤ؟
من اسباب العنف كمان الحوار الناجح، ودي انا مش هتكلم عليها كتير، انا قلت ابونا لوكاس هيتكلم عليها بكره، لكن احب اقول فيها ان قديس يعقوب الرسول في الاصحاح الاول ايه؟ ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. لما بتقعد تصمت وبتسمع الطرف الاخر كانك بتتفرج على مشهد باكمله، فبعد كده تقدر تقيم. انت ممكن تقاطع اللي قدامك وتكون انت داخل في اتجاه غلط خالص. انا مش هطول على كلمه الحوار او نقطه الحوار لان هيبقى موضوع لوحده يعني. بس الموت والحياه بيد اللسان، وبكلامك تتبرر وبكلامك تدان. احيانا بتبقى العادات والتقاليد تبقى في ذهننا ان الرجل هو القائد، راس المراه، فيبقى القياده في ايد الرجل ويلجا بالعنف يقود البيت. عدم الصراحه، احيانا في انسان يبقى مدمن الكذب. تبص تلاقي الكذب ده ادمان. احيانا الواحد تبقى الزوجه او الزوج لو احد الطرفين قال للتاني الشمس تطلع الصبح يبقى مش مصدقها من كتر الكذب اللي هو ايه؟ اللي بيقوله. عشان كده الكذب يقود العنف، لان مفيش ثقه. مفيش ثقه. ويمكن ان الطاغي القديس وصفيه مسؤول فيها كما يحب الله النفس التي تصارحه بكل ما في قلبها من حب له او فطور من قرابيه للخطيه او تلذذ بها رغم معرفه لما في قلبها هكذا ليت روح الصراحه تسود في البيت المسيحي. فان اخطا احدهما اعترف بخطئه، وعندئذ يسمع الطرف الثاني بقول وله في صوره باهيه، وهو في صوره باهيه فقول يسوع للنفس المعترفه بخطاها حولي عيني عينيك عني عينيك فانهما قد غلبتان. في نشيد الانشيد الصراحه، يزايد الصراحه راح. من اسباب العنف ان ممكن الانسان يشعر بالنقص، يشعر انه قليل، هو ما شجعش في طفولته زي ما قلنا، فيشعر ان هو ما وصلش لدرجه الاشباع النفسي، هو مش حاسس ان هو وصل، مش راضي عن نفسه، حاسس ان هو ما وصلش للنجاح اللي كان في ذهنه، فحاسس ان في حاجه ناقصاه. فالشعور بالنقص والشعور بالاحتياج باستمرار وانه دايما قليل ممكن تخليه دايما مشدود، فبتلاقي حساس لكل كلمه، فبتلاقي على طول جهاز الذات اللي جواه تترجم كل كلمه، او تلاقي كل حاجه تحصل انها فيها جرح. علشان كده بيسعى باستمرار ان هو ايه؟ ان هو يكون في صوره عاليه، في صوره كبيره. عشان كده الشعور بالنقص وعدم النجاح قد يقود للعنف. وفي مفاهيم خاطئه زي ايه؟ سي السيد، الراجل لازم يكون سي السيد. كمان الحساسيه في الكلام، تجنب انك انت تجرح الطرف الاخر. يعني لو هو اقل منك في حاجه ما تكلموش عليها، ما تكلموش عليها، راعي مشاعر الزوج او الزوجه، حتى لو ان دي مراه او ان ده زوج جوزك، لكن مش معنى كده ان انا اجرح مشاعره. ان انا اجرح مشاعره، لا، اللباقه في الكلام، وان انا اكون حساس في كلامي. من اسباب العنف احبائي كمان العجز الجنسي. لما يبقى فيه الموضوع ده في بدايه الجواز، الكنيسه ساعتها بتسمح للشخص اللي للزوجه ان هي تاخد بطلان، لكن بعد فتره من الجواز وانجبوا كمان بتبقى الامور بدل ما هي محتاجه عنف تحتاج علاج. تحتاج علاج. عشان كده الحكمه
في التعامل مع الأمور بيكون في وقاية من العنف. بلا شك سبب من الأسباب أو آخر سبب أقوله المفروض أقوله رقم واحد وهو غياب المسيح. وجود الله في البيت بيعطي حكمة، والكتاب يقول الحكمة يبنى البيت، ولكن الإنسان بيتعامل مع كل أموره كلها بفكره الخاص، والكتاب يقول على فهمك لا تعتمد، بتلاقي في جفاء في حل الأمور، بتلاقي جفاف في حل الأمور. عشان كده وجود المسيح في البيت يعطي حكمة، يعطي اهتمام أكتر. المشاكل بتلاقي إن هي محتاجة حلها، محتاج فضيلة الاهتمام أو فضيلة لطف في الكلام أو طول أناة. فإذا كان الإنسان فقير من ثمار الروح القدس، إذا كنت أنا فقير من ثمار الروح القدس، ازاي هتعامل مع امور حياتي ومع المشاكل؟ مفيش بيت يخلو من التجارب، احنا على الارض، ولكن اسلحه محاربتنا هي ايه؟ من ايه؟ وجود ربنا، بسبب وجود ربنا في حياتي. احنا مش بنحارب بشر، احنا بنقول كده الكتاب محاربتنا ليست مع لحم ودم. عشان كده اسلحه محاربتنا لازم تكون اسلحه روحيه. فإذا كنت أنا بعيد عن ربنا وربنا غايب في البيت وما فيش المسيح ومش موجود في البيت، يبقى أنت بتتكلم في إيه؟ يبقى إزاي أنت هتعالج أمورك؟ يبقى مش هيبقى موجود غير العنف، وطبعا عمر ما إيه؟ ما هيحل حاجة. العنف ليه آثار بلا شك. أول حاجة الزوجة اللي بتتعرض للعنف بتلاقيها بتفتقد لنقطة مهمة جدا وهو عدم الأمان، الأمن. بتفقد إيه؟ الشعور بالأمن والإحساس بالأمن والإحساس بالكرامة. بتشعر بأنها إيه؟ اتهانت. حتى أولادنا كتير جدا سيدنا والآباء ينبهوا عن النقطة دي، عدم الضرب قبل ما تلجأ لمد الإيد. حاول إنك أنت تحتضن الطرف الآخر حتى ولو كان الطرف الآخر ده الزوج، الزوجة أو الزوج برضه. أحيانا بنسمع يعني ممكن يبقى في كده بعض الزوجات بيبقى صحتهم كويسة فبتلاقي في مد إيد برضه. قبل مد الإيد لازم إحنا نحتوي الطرف الآخر. ما ينفعش المد الايد ده بحقر الزوجه وبقلل منها او من اولادي. تخيل كده ابن يعني بتاني عمال يعيط وانا نازل اضرب ضرب فيه، او زوجه دي نقول عليها ايه؟ صدقوني انا لو كنت جهزت ماده في الميه كنت هتتفرجوا على الفرنسا، بس انا قلت لا بلاش، يعني كان هيبقى الموقف صعب جدا. فدي نقطة مهمة جدا. وإذا كان المرأة اللي بتتعرض للعنف بتفقد الإحساس بالأمن والكرامة وتقدير الذات، ولكن العنف النفسي أسوأ. يعني إذا كان في ألم جسدي نتيجة القسوة فالعنف النفسي أسوأ من العنف الإيه؟ الجسدي. زي ما قلت بيطلع جيل مريض، جيل معقد عنده اضطراب وعدم الثقة. عدم الثقة تلاقي ان هو ما عندوش طموح، كمان بيقلل من قدراته الذهنية. ممكن ولد تلاقي لو اتربى في بيئة فيها تشجيع وفيها حب غير البيئة اللي كلها ضرب وشتيمة وإهانة وتحقير، فبص تلاقي ده متفوق في المدرسة عن الولد الثاني. حتى في ممكن جدا زوجة تبص تلاقي في بيت في حب وفي تشجيع، تبص تلاقي النتيجة بتكون إن هي حتى متفوقة في حياتها العملية. أحيانا الإنسان
اللي بيشوف العنف بيحب ايه؟ يمارسه هو. فيعني هو بيشوف وبيتعلم فبيمارسه في البيت. فخلي بالك اثار العنف ان احنا هنطلع جيل ايضا يمارس العنف. بيؤدي لتفاقم في الاسره. احيانا العنف الزوج او الاولاد يقول لك لا ده انا لو قلت لبابا انا عارف غلط. طب بتعمل ايه؟ لا انا ما اعرفوش احسن. فخلي بالك احنا ممكن نعلم اولادنا عدم الصراحه والكذب من غير ما ناخد بالنا. والسبب ايه؟ السبب العنف والقسوه بتاعتي. او الزوجه طب انت بتجري ليه؟ ما هي عارفه النتيجه. عارفه يوم تقول لها تقول لك انا غلطت حتى لو هي غلطت وقالت لك انا غلطت في الحاجه الفلانيه عارفه النتيجه. فتقول لك لا انا ريح دماغي. طبعا ما بنديش ده مش تصريح بعدم الصراحه لكن احنا بننبه لاثار العنف في الاسره هيؤدي لايه؟ يبقى انا اتجنب الايه؟ العنف عشان ما اخلقش مشكله ثانيه اللي هي الكذب. العنف اللي يولد الكراهيه خير كده ان ابن حضرتك يبقى ما عندوش محبه ليك او ما عندوش محبه للام ليحمل ضغينه وكراهيه لاولاد لبابا وماما. صعب صعب. واحيانا بينشئ فكر الانتقام. يعني احد الاباء بيحكي في امريكا بيزور اسره كان فيها عنف واستمرار وفي خناقات والزوج عنيف جدا. فدخل يفتقدهم فلقى الزوج دراعه مكسور متجبس. فراح يقول له ايه سلامتك؟ فراح قال له اصل اتخبطت في الترابيزه. فبيبص على الزوجه لقى بتضحك وقاعده يتذكر. عرف ان الموضوع ايه حصل؟ ان نتيجه العنف بتاع الزوج. الزوجه اللي قال انا ما اديتهاش فحبت ان هي ايه؟ تنتقم. ده برضه مش تصريح بس ايه؟ صوره ضعيفه للاسره المسيحيه. ان الزوج يمد ايده والزوجه تمد ايدها. صوره ضعيفه. ليه نوصل بيوتنا للحاله دي؟ ليه الشتايم والضرب واولادنا هما المشاهدين؟ تخيلوا بقى الاولاد بتشوف الصوره الضعيفه دي مسرحيه. احيانا طبعا احنا في اوروبا البلد هنا يعني بتيجي تحت بجانب الجانب الضعيف. نبص تلاقي في اتصالات بالبوليس والزوج يخرج في صوره مهينه ويترك البيت. ليه نوصل بيوتنا لكده؟ ليه نوصل بيوتنا لكده؟ يبقى انا قبل ما استعمل دراعي او لساني واحقر من الطرف الاخر لازم انا افكر ازاي ابني؟ ازاي ابني؟ عشان كده العلاج ان انا زي ما قلنا غياب الله العلاج وجود الله في البيت. محبتك لله هتقودك تحب اولادك وتحب بيتك وزوجتك بطبيعه صح. نعمل زي ما بيقول الكتاب ان كل انسان مش يفكر فيما لنفسه وانما ايه؟ فيما للاخر. ازاي اسعد الطرف الاخر؟ حتى على حساب مجهود صحتي وتعبي وقله نومي. ده قدام الطرف الاخر ليه قيمه. انا مش ان انا اقول كلام معسول وفعل ما فيش. كمان اذا واحد احد الطرفين شاف ان الطرف الاخر قليل او في خطا او عيب معين بعد الجواز. شوفوا القديسه مونيكا ام القديسه اوستينوس ابنها يقول عليها ايه؟ يقول وقد اعطت لنا صوره جميله للمراه المؤمنه التي بوداعتها كسبت زوجها الوسن الشرير وحماتها الشريره وفي هذا
يقول القديس أغسطينوس: كانت أمي وجميع أهل بيتها مؤمنين ما عدا أبي، ومع ذلك فإن أبي لم يستطيع أن يتغلب على روح التقوى التي غرستها أمي في قلبي، رغم أنني لم أكن بعد قد آمنت بالله إيمانا رسميا، ما كانش لسه عدت معمد. يا شوف بقى لما يبقى زوجة تمسكت بربنا، ابنها وثني وجوزها وثني وحماتها، ولكن بإيمانها بالله وتمسكها قدرت إيه تجيب كل هؤلاء. عشان كده علاقتك بربنا ممكن تقوي نقاط الضعف في الطرف الآخر. الحكمة يبنى البيت. القراءة والتثقيف، لما أنا أقرأ وأثقف نفسي فأنا كده برتفع درجة. إذا كان أسباب العنف التفاوت في العلم أو درجة التفكير مفيش تفاهم، بلاش نخش في المشكلة وأنا من غير مستعد. يعني ممكن إنسان يكون مرهق والإرهاق البدني بيضغط على أعصابه، يبقى أحسن أقوي للحوار، وإذا احتد الحوار يبقى أجله. مفيش إنسان يقدر يتعامل مع قطعة حديد مولعة نار ويمسكها بإيده، ولكن بيحصل إيه؟ بينتظر إلى أن يقرب ويتعامل معاها. هكذا المشكلة، ما ينفعش إن أنا يبقى ده صوته عالي وده صوته عالي وأنا عايز إيه أوصل، وكده لا أجل. وده قوة مش ضعف، دي قوة مش ضعف وحكمة. حلو جدا اللي يجي يبتدي بحل المشكلة يبدأ يمدح النقاط اللي موجودة في الطرف الآخر، يمدح وبعد كده يسرد بالعراقة العيوب. عشان كده امدح الطرف الآخر قبل معاتبته. حلو جدا إن الزوجين يقعدوا مع بعض ويقولوا: إيه اللي كنت تتمناه؟ إيه اللي مزعلك مني؟ مش عيب، بس المهم ما تنتيش بخناقه. لا تركز على اظهار مين المخطئ. احيانا حواراتنا وبنبقى جايبين ابونا عشان نظهر مين الغلطان، ودي نقطه غلط. لكن احنا نقعد ونتكلم ونتحاور عشان نحب، عشان نبني. ايه الفايده ان انا مع الطرف الاخر ده جسد، واحنا الاثنين جسد واحد، فهقلل منه، يبقى انا قللت من نفسي. ولكن الحكمه ان انا اقعد اتحاور علشان نجد حل. مش انا شفت انت غلطت، شفت يبقى العيب من عندك انت غلط، يبقى انت كده بتزود العنف. احيانا التدبير في الاسره يصنع سلام، عدم التدبير بيوتر البيت ويربكه، والتدبير في المصاريف ده يصنع سلام في البيت، وعدم التدبير يصنع عنف. الصراحة مهمة زي ما قلنا، لأن أكبر شيء ينزع الثقة من البيت هو الكذب. طالما مفيش ثقة تلاقي الزوجة متوترة أو العكس، وتلاقي فيه نرفزه وعصبيه. الانسان الدائم التوبه والرجوع الى الله عليك تلاقيه باستمرار موضوع العنف عنده بيهرب منه، تلاقي التوبه بتعالجه. عشان كده زي ما قلت التوبه والنقاوه بتحفظ الانسان من العنف. حاول تكون صانع سلام. كتاب السادس: هل توبة لصانع السلام لأنهم إيه؟ أبناء الله. قديس أغسطينوس يقول برضه، رغم إن هو يعني مش متزوج، ولكن
هو كاتب كلام جميل جدا، يقول المهم ان هدف الزواج ما يكونش الاشباع الجانب الجسدي فقط، بل يكون الجانب الجسدي تعاملك معاه زي ما بنتعامل مع الاكل والشرب، ولكن ما يبقاش هو الهدف. يعني احنا مش هدفنا ان احنا ناكل، احنا بناكل نشرب بجوع، لكن مش الانسان بيقدم على الاكل عشان يتلذذ بالاكل او يتلذذ بالشرب. لا، نفس القصه، الزواج هدفه ان العلاقه مع ربنا تكون علاقه عميقه وتتكلل من ايه، تتحد وتكتمل من خلال ايه، سر الزواج. وفي سر الزواج بنمارس الحب بين الطرفين، علشان كده اذا اتاثر احد الطرفين او الجسد ضعف او جاله اعاقه، المفروض الحب ده ما يقلش، لان انا مش متجوز جسد، انا متجوز شخص كامل، نفس وجسد وروح. عشان كده يسال سؤال ظريف قوي، يقول مين يفضل ان هو يتقابل مع زوجته فوق في السماء؟ فانا مش هسال السؤال دلوقتي بس النتيجه تبقى صعبه يعني، لكن يقول لو واحد بيحب زوجته، يقول هل يوافق ان هو يتقابل معها في السماء ويعمل معها علاقه جسديه؟ فيقول طبعا العلاقه، الاجابه لا. لكن هل واحد بيحب زوجته يوافق ان هو يكون معاه في ملكوت السماوات؟ فطبعا الاجابه بالنعم، شهوه كل انسان. احبائي، في سر الزواج الكنيسه بتاسس لنا كنيسه، وعدو الخير لا يهدأ، ولكن بالحكمة يبنى البيت. احذر ان انت تدمر هذه العلاقة المقدسة اللي أسسها السيد المسيح، وبتدمر معاها جيل بقى إلهنا كل مجد وكرامة.